ثمار الحملة الخدمية الخاصة برئاسة الوزراء بدأت بالظهور تدريجياً بعد أسبوع على انطلاقها، نسب متقدمة لأعمال القوالب الجانبية للأرصفة في منطقة شاكر العاني، فيما يستمر العمل بعملية فتح الطرق تمهيداً لإكساء الشوارع. أعمال تطوير شاكر العاني بفتح شارع يربط محل 424 بشارع الربيع. الآن المراحل التنفيذ أنه فتحنا البوكس الترابي والقالب الجانبي، والآن الجهة الثانية العمل بالجهة الثانية للقالب الجانبي، وإن شاء الله بالأسبوع القادم يتم الإكسار. نشكر الحملة اللي بذلها رئيس الوزراء مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي اللي وفرنا خدمات من تبليط إلى مي مجاري، كهرباء هم يشتغلون، إنارة الشارع. هذا الشارع صار له 20 سنة مسدود بس خروج، هسه صار الحمد لله والشكر دخول وخروج. إلى شرق العاصمة وتحديدا في تقاطع الكوفة ومنطقة سبع قصور، حيث تستمر آلية البلدية والجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي بعملية تعديل الشوارع والإكساء، فضلا عن نصب وصيانة شبكات الصرف الصحي تلبية لمناشدات الأهالي. باشرت مديرية الهندسة العسكرية بتعديل وإكساء وفرش مادة السبويس في منطقة سبع قصور. إن شاء الله العمل متواصل ومراحل متقدمة إن شاء الله، ووصلنا نسبة إنجاز ما يقارب 50-60%. الأعمال البلدية تسير بوتيرة عالية، فيما يؤكد فريق الجهد الخدمي والهندسي أن الحملة ستشمل مناطق أخرى في الأيام المقبلة، وخاصة المناطق التي تشهد سوءاً للخدمات الأساسية. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.